السلام عليكم، كيف حالكم؟ بدنا ناخذ بعض الأمثلة على الورك. أول إشي حناخذ مثال بسيط جدا. معطيني هنا إيش؟ بحكي لي a particle is located a distance x feet from the origin. إذا مسافته بعده عن نقطة الأوريجين اللي هي كم؟ x. الفورس أوف x تربيع زائد 2x. هنا أعطاني فورس، تمام؟ وفورس متغيرة. ليش؟ لأنها بدلالة المسافة، تمام؟ قيمتها بإيش؟ بوحدة الباوندز، فإذا ال بي هذا النظام الأمريكي. How much work بده الwork is done in moving it from x equal 1 to x equal 3. إذا بدي الآن الwork لتحركها من 1 إلى 3 لمين؟ للفانكشن اللي عندي اللي هو x squared زائد 2x. لأن إحنا حكينا على طول الwork هو integration الفورس، ما في يعني أي إشي بدك تضربه فيه. فإذا الwork يساوي integration الفورس، هذا حيكون مباشرة x أس 3 3 زائد 2x تربيع على 2 من 1 لوين؟ من 0 إلى سوري من 1 إلى 3، بيكون تعويض مباشر ولا أسهل من هذا السؤال. طبعا هنا ال x بتروح مع مين؟ ال 2 بتروح مع 2، بضل x cubed على 3 زائد x squared، يعني نعوض فيها وش ال 3، فبتطلع 3 cubed على 3 زائد 3 تربيع ناقص 1 تكييب على 3 ناقص 1 تربيع، وبطلع معي ايش؟ الجواب مباشرة. ممكن كنت احسبه بالحاسبة، يطلع عندي 9، هذا حيطلع 9 زائد 9 18 ناقص ثلث ناقص 1 اللي هو سالب من 3، وفي سالب بصير موجود من 3، تمام؟ يعني بيطلع تقريبا 18.67. وهذا ايش؟ وحدة الورك حكينا يا إما جولز، يا إما لأنه ماخدينه بالباوند فبيكون باوند فوت، لأنه هاي بتلاحظوا إنه الديستنس معطيني إياها بالفوت. ممتاز، هذا مثال بسيط. تابعونا الفيديو القادم حناخذ هذا المثال اللي هو على السبرينج. الله معكم.